السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتابعين الأعزاء، تحياتي لكم. أتمنى الله تكونوا في صحة جيدة وفي أتم أحوالكم. دائما الجديد كما عودناكم في القناة ديالنا. فإذا الفيديو ديال اليوم الإخوان، فدرته خصيصا للناس اللي كتقلب على فران من نوع ممتاز. بالنسبة للناس اللي كتقلب على فران يعني الجودة ديالو عالية، اللي كيطيب الخبز المغربي على أتم ما يكون، جبنا هذا الفران هذا من لا مارك سوبر فور، مارك اللي معروفة عندها واحد السمعة طيبة في السوق المغربي، أغلبية الناس كيعرفوها. الناس اللي عندهم بحال هذا الفران أو لفات جربوه فيعطيونا الرأي ديالهم عليه في التعليقات. جبت فيهم الإخوان أربعة ديال لي موديل اللي مطلوبين بزاف، كيتكونسوموا لينا وكيطلبوا من الكليان بزاف، اللي هما 66 و 76 سنتيم. فيهم طويل اللي كيتكون فيه بلاصة البوطة، وفيهم كذلك اللي تيكون زحاف غير كيتحط فوق من البوطاجي. اذا فتابعوا معايا الاخوه الفيديو حتى الاخر باش نشوفوا لي ديتاي ديال هاد الفران هادو. وغادي نبداو ب 66 سنتيم اللي هو هذا الاخوان، كيجينا على هاد الشكل هذا، يعني كيجي طويل فيه بلاصه البوطه، ممكن اننا نديروا البوطه لداخل ونسدو عليها. كيجينا اينوكس كامل من الداخل كما كتشوفوا، فيه العافيه الفوق وكذلك فيه العافيه التحت. هذا هو المخرج ديال العافيه الفوق وكذلك المخرج ديال العافيه التحت هو هذا. يعني الخبزه فاش كتجي في الوسط فراه كطيب على اتم ما يكون، يعني من كاع القناه كتجي ناضيه. كذلك اللطات ديالو فهما عامرين صحاح، تيشدوا العافيه مزيان، كيشدوا السخونيه، الشيء اللي كيعاون الفران انه يطيب الخبز بالشكل الممتاز. بالنسبه للصباغه ديالو باش مصبوغ فهي ايبوكسي، يعني ما كيتاثرش ما كيتقشطرش الاخوان. وفيه الزاج اللي كيمكننا من عمليه الرؤيه، يعني ممكن اننا نشوفوا الخبز وهو كيطيب. اما بالنسبه للشكل يعني ديال هذا الفران هذا من الخلف، فهو فيه التهويه كما كتشوفوا الاخوان، وكذلك الجعابي ديالو اللي كيدوزوا الغاز فهم مخدومين من النحاس، الشيء اللي كيدل على الاتقان والجوده ديال هذا الفران هذا. يعني الروبينيه ديالو فهم ديال النحاس، الجعابي ديال الغاز كذلك فهم ديال النحاس، يعني الجوده ديالو راه ممتازه. فيه سنه ديال الضمان، يعني كان فيه شي اشكال في هذيك المده ديال سنه، فالسيرفيس ابري فون تيجي حتى عندكم ويقادو. بالنسبه للثمن ديالو الاخوان فرحنا دايرين ليه 1850 درهم فقط، الثمن اللي هو مناسب جدا. كنعطيو معاه جوج ديال الهدايا اللي هما عباره عن طندور من النوع الممتاز بالاضافه الى تيو ديال البوطه. فيه سنه ديال الضمان الاخوان كما قلت لكم، كان فيه شي اشكال سوبر فون عندهم سيرفيس ابري فونت كيدور في المغرب كامل، يعني فين ما كنتي غيجيو لعندك في هذيك المده ديال الضمان ويقوموا بالصيانه ديالو. دابا هادشي اللي كان الاخوان بخصوص المقاس ديال 66 سنتيم. دابا غادي نشوفوا المقاس ديال 76. بالنسبة ل 76 سنتيم فهو ما كيختلفش بزاف على 66 سنتيم، يعني حتى هو كيجي طويل فيه بلاصة البوطة، يعني فيه حتى هو نفس المميزات اللي ذكرنا في الفران ديال 66، قيادة كبير، يعني حتى هو فيه الصباغة ديالو ايبوكسي، ما كيتصدى ما كيتقشر ما والو. من الداخل الاخوان حتى هو انوكس كما كتشوفوا، فيه الزاجات اللي كيبينوا لنا الخبز هو كيطيب. فيه العافية الفوق جاية على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، وكذلك فيه حتى العافية التحت. هذا هو الشيء اللي كاين بخصوص يعني الشكل الداخلي ديال الفران. اللاطه ديالو فهي صحيحه متينه مزيان، يعني كتتمكن انها تشد السخونيه باش الخبز يطيب على اتم ما يكون. بالنسبه لبلاصه البوطه، الاختلاف اللي كاين بينه وبين 66 هي انه فيه واحد المجر صغير، يعني مثلا تحط شي حاجه تما اولا تحط شي حاجه تسخن فكاين هذه الامكانيه، يعني عنده لي سباس كبير من التحت، ففي ذاك الجنب تدار فيه واحد جوج ديال لي زيطاجير تقدر تحط فيهم شي حوايج. هذا الشيء اللي كاين الاخوان بخصوص الفران ديال 76. الثمن ديالو هذا رحنا دايرين ليه 2050 درهم فقط، الثمن اللي هو مناسب جدا. التوصيل بطبيعه الحال راه متوفر لجميع المدن المغربيه، وكذلك حتى هو فكنعطيو معاه واحد جوج ديال الهدايا اللي هما عباره عن طندور من النوع الممتاز، وكذلك تيو ديال البوطه. اذا الاخوان هادشي اللي كاين بخصوص الفران ديال 76 طويل اللي فيه بلاصه البوطه. من بعد ما شفنا هاد الموديلات هادو غادي نشوفوا هاد الموديل الثالث. هذا الاخوان تيكون زحاف، يعني ما تيكونش عند الرجلين، ما كتكونش فيه بلاصه البوطه، غير كيتحط فوق من البوطاجي، الاغلبيه الناس كيفضلوه. غادي نبداو بهذا ديال 66 سنتيم اللي كيجينا على هذا الشكل هذا، كيجي اينوكس كامل من الداخل. بالنسبه لهذا فهو بحاله بحال الفران الاولاني اللي شفنا في البدايه ديال الفيديو، غير الاختلاف اللي كاين بيناتهم هو هذا فيه غير نص، يعني كيجي قصير تيتسمى زحاف، يعني ما كتكونش فيه بلاصه البوطه. هذا كيتحط فوق من البوطاجي اولا كتحطو فوق من شي طبيله اولا شي حاجه، فمجموعه من الناس كيفضلوا هذا النوع من الفران. بالنسبه لهذا الفران هذا فهو فيه العافيه الفوق كذلك كما كتشوفوا، فيه العافيه التحت، اينوكس كامل من الداخل، فيه الزاجه اللي كتبين لنا الخبز هو كيطيب، يعني نفس يعني المميزات اللي كاين في ذاك الفران ديال 66 الاولاني، ففيه حتى هو كذلك. فيه سنه ديال الضمان، يعني الا كان فيه شي مشكل في هذيك المده ديال سنه فالسيرفيس ابريفون ديال سوبر فور فكيتكلف بالصيانه ديالو في هذيك المده ديال سنه.
والحمد لله لومبان ديالهم قليل هذا النوع الفرارن يعني كنبيعوا الحمد لله سنوات هذه قليل فاش كنلقى لومبان. بالنسبه للثمن ديالو 1350 درهم الثمن اللي هو مناسب جدا، وكذلك الهدايا دائما طوندور مع تيود البوطه كيمشيو مع الفران 1350 درهم زائد طوندور وتيود ديال البوطه الثمن اللي هو مناسب جدا، هادشي بخصوص 66 سنتيم. اما بخصوص 66 سنتيم فهو هذا اللي كتشوفوا دابا الاخوان، يعني حتى هو كيجي ايبوكسي يعني ما كيتقشاش ما كيتصداش، الباب فيه فيه الجاجه يعني اللي كيخلي تيسهل علينا عمليه الرؤيه ديال الخبز وهو كيطيب. اينوكس كامل من الداخل الاخوان، العافيه الفوق بطبيعه الحال العافيه لتحت، ويعني تقدر تخدم الفوق بوحدو او لا تخدم التحت بوحدو او لا تخدمهم معا. المهم بالنسبه لهاد النوع الفران كما قلت لكم الخبز ديالهم فراه رائع. بالنسبه للناس الاخوه اللي فاتوا جربوهم او اللي فاتوا خدموا بهم او لا عندهم بهذا الفران يعطيونا الراي ديالهم والتجربه ديالهم على هاد لا مارك ديال سوبر فور كيفاش جاتهم، باش يعني الناس وخدين اخرين اللي عاد يقلبوا عليها ولا عاد بغا يعرفوها يعرفوا يعني تكون عندهم فكره او لا يعني يعرفوا الناس التجربه ديال الناس لهذا الفران هذا. اذا باش ما نطولش عليكم الاخوان بخصوص 76 سنتيم الزحاف فديري ليه 1500 درهم فقط الثمن اللي هو مناسب جدا. كنعطيو معاه كذلك حتى هو طوندور غراتوي مع تيود البوطه بطبيعه الحال، الثمن ديالو قلنا 1500 درهم، التوصيل متوفر لجميع المدن المغربيه، يعني اللي خصاتو شي حاجه من هاد الموديلات ديال الفران اللي بريزونتيت لكم في هذا الفيديو هذا يتواصل معنا في الواتساب، الرقم راه ظاهر لكم على الشاشه يعني 06 00 44 63 44. التوصيل راه كنديرو الحمد لله لجميع المدن المغربيه، يعني فين ما كنتي في المغرب دوزينا لا كوموند في الواتساب، عندك 24 ساعه او 48 ساعه تكون الكوموند عندك. هادشي اللي كاين الاخوان بخصوص هذا الفران هذا، وتحياتي لكم، نتشوفوا فيديو جديد او برودوي جديد، وشكرا للجميع، تبارك الله عليكم.